السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله معنا قراءتين بهذا السبحتين، كل اللي عليك انك تختار سبحة من السبح وشوف حظك وشوف قراءتك وليك هذا القراءة بإذن الله تعالى، وكل القراءة هتكون مطابقة ليك بمشيئة الله تعالى. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من التعطيل أو من تابعة اكتب تم، وإن شاء الله هديك لينك العلاج بإذن الله تعالى أو الرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل معنا. هنبدأ بالاستخارة الأولى والقراءة الأولى لهذا السبحة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السبحة الأولى انزلوا فيها التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى وما تبخلش علينا باللايك الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب هذا السبحة الأولى، شايف عندك تغيرات جذرية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله هيظهر لك التبشرات اللي أنت مستنيها بمشيئة الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله. شايف عندك اليومين دول، يعني عندك هنا أول حاجة اليومين دول، يعني الوضع عندك كما نقوله مكركب. عندك اليومين دول الوضع مكركب، عندك الوضع بتاعك فيه أمور ملخبطة، يعني عندك أمور ملخبطة في حياتك، ما بينك وما بين الأهل، شايف في مشاكل ما بينك وما بين الأهل، ما بين الشريك، في بعض الكلام اللي مضايقك، يعني عندك شايف إن دوك كلام كتير، الأهل واقفين ضدك، شايفك إن أنت عايز حاجة وهم عايزين حاجة تانية، يعني مش لاقي حد يكون في صفك أو حد يعني يكون واقف معاك في حياتك. شايف هنا عندك عرض، عرض ممكن نقول عرض عمل او عرض شغل، انا شايف ان في عرض جديد هيكون موفر ليك في حياتك. شايف هنا انا شايفك بالك مشغول بمحكمة او بحكم او بمحكمة او حد عندك قريبك محكوم عليه او في اوراق تخص المحكمة، ان شاء الله تكون منصور فيها باذن الله تعالى. شايف هنا عندك حد منافق في العيلة، في حد عندك في العيلة منافق، في حد حقود ليك، بينظر لك على أقل الأسباب، أي شيء بينظر لك ليه هذا الشخص الحاقد، عندك حد حقود ليك، في حد هنا، في ست مش كويسة، الست دي مع إنك أنتوا عملتوا معاها كل الخير، عملتوا معاها حاجات كتيرة، لكن الست دي أنا شايفها إن هي تخينة جامدة شوية، الست دي أذياكم كتير، أذياكم كتير هي وبنتي. هي وبنت أزياكم عاملة لكم طاقة سحر، وهي قريبة ليكم، قريبة مش غريبة، هي قريبة ليكم. بس رغم ده كله انت عندك انطلاقات، او انت عندك انطلاقات حلوة، شايف عندكم انطلاقات حلوة بإذن الله تعالى. خليك حريص على ايدك الايام اللي داية، بلاش المصاريف الكتيرة، بلاش التبذير الكتير، عايزك تمسك على ايدك كويس جدا، عايزك تمسك على ايدك كويس جدا علشان في خبر حلو يخص شريك حياتك. شايف برضه يخص الطرف الثاني اللي بيتكلم، اللي داخل وسطيكم، اللي مسبب المشاكل والعراقيل والانفصال. خلي فيه اخبار حلوه باذن الله تعالى، عندك اخبار حلوه الفتره اللي جايه، شايف ان انت هتحصد خير انت زرعته من قبل، في خير هتحصده انت زرعته من قبل. شايف هنا الشريك مهما كان يعني ما بينك وما بينه مسافة أو بعيد عنه، بينك وما بينه مشاكل، شايف ما فيش كلام ما بينك وما بينه، بس أنت بتحبه. شايف ما بينك وما بين الشريك هيكون في دعم، هيكون في كلام ما بينك وما بين الشريك، في تواصل، هيردع لك ندمان، شايف إنه هيردع وعليه الندم، فيه ندم، فيه ندم من الشريك. صلي على الحبيب المصطفى. شايف في حد هنا هو انت وقفت معاه، مدت له الخير، مدت له ايدك ووقفت معاه، لكن ما يستاهلش الخير اللي انت عملته معاه، بيتكلم عليك. شافك هنا هتستلم وثيقه او استلام اوراق او استلام حاجه هتستلمها، دي هتزود الربح بتاعك، شايف عندك زياده ربح،
هيزيد عندك الربح بإذن الله تعالى. شايف عندك هيكون في فرص حلوة، في عرض هيكون مغري ليك، في فرصة حلوة يخص العمل، لأن أنت مقدم على عمل أو مسافر سفر، فيه رزق، فيه عمل ليك أو فيه خير السفر اللي ليك، لأن أنا شايف طريق سفر هيكون فيها خير ليك، فيها ممكن نكون مسافر تخلص أوراق أو مسافر دراسة أو مسافر شغل أو مسافر، فيها يعني السفر خير ليك. شايف هنا عندك انت شوية ودع، شوية عراقيل، عندك هنا عندك اسفل الظهر عندك شوية ودع، ودع في الامعاء المعدة، جسمك دايما همدان تعبان، بتاخذ علاج مسكنات للصداع للألم للدوخة، ما فيش اي تحسن، ما فيش اي تحسن، هذا من السحر. خلي بالك من الست، هي بنت، هي يعني بصالك او بصة مش كويسة، سحراك حسداك برضه، خلي بالك منها وصلي على الحبيب المصطفى، عليك بالتحصينات، عليك بالتحصينات. شايف في حاجة معينة هنا شغلة بالك، شغلة بالك انت منتظرها، قدامك ثلاث نقط، ثلاث نقط قدامك بإذن الله تعالى، وهتدي لك بشرة منها، هدي لك بشرة باللي انت منتظره. خلي بالك وكون حريص، أعدائك حواليك، خلي بالك أعدائك حواليك هم المقربين، أكتر أعدائك هم المقربين، فكما قلنا خلي بالك وكن حريص، خلي بالك وكن حريص. شايف هنا في هنا مرات أخ أو مرات حد يعني قريب ليك قوي، بتلعب دي يعني مش كويسة معاك أنت بكلام ومن وراك بكلام، كل اللي بتجلس معاه او كذا تكون معاه لطيفه بكلام كويس، يعني معاك بكلام، هي بكذا وش مش بوش واحد، هي بكذا وش. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف ان انت يعني ممكن في حد هنا ظلمك، او الشخص ده خذ حقك او افترى عليك او وقعك في مشكله، هيرجع لك وندمان، عشان شايف في رجوع حق، في رجوع حق، وخليك تكون حريص على فلوسك، فلوسك لما تدي لك، لان في فلوس ديالك، بلاش التبذير زياده عن اللزوم، بلاش التبذير علشان ما تندمش في لحظه من اللحظات، فبلاش التبذير كثيره، لان في مال ديلك باذن الله تعالى، وانت منتظره، انت منتظر هذا المال، المال ديلك ديلك. وهنا في لم شمل، شايف هنا لم شمل مع ناس انت بتحبها، شايف ان في لم شمل هنا مع ناس. الناس دي ممكن نقول غايبة عنك أو بعيدة عنك، لكن فيه لم شمل بقدرة الله تعالى. شايف عندك طاقة فرد، طاقة فرحة، طاقة فرد، طاقة فرحة، طاقة رزق، طاقة سعادة بإذن الله تعالى. شايف هنا هيكون عندك خروج من المحنة أو خروج من التعب أو خروج من الضيق، حاول تطلع من الضيق اللي أنت فيه والاكتئاب، اخرج من الاكتئاب اللي أنت فيه واشتغل على نفسك زيادة عن اللزوم، اشتغل. انا شايفك ان انت برضه بتحاول تشتغل زيادة عن اللزوم على نفسك علشان تطلع من الحياة اللي انت فيها. شايف هنا برضه انت واخد كذا ضربة على راسك او مأزي، مأزي يعني قلبك مكسور، قلبك مكسور، وعلمتك، وعلمتك ان انت تاخد بالك على نفسك كويس جدا، علمتك ان انت تاخد بالك كويس جدا من كل الامور، يعني من اي مؤامرة، تاخد بالك من اي مؤامرة كما كنا. بسم الله الكاشف، شايفك ان انت حريص جدا على نفسك، وهتكتشف السر، في اكتشاف سر قدامك، السر ده هتكتشفه خلاص قدامك، يعني خطوة وهتكتشف السر، هتكتشفه الايام اللي داية خلاص بإذن الله قريب جدا، وهتكتشف السر ده. شايف من خلال السر ده يعني شايفك هتغير امور عندك، شايف يعني من بعد ما تكتشفه هتغير امور، من بعد اكتشاف السر ده شايف ان انت هتقطع علاقتك، يعني الناس دي بتحاول ان هي تأذيك، يعني شايفك بعد ما هتقطع علاقتك، هتقطع علاقتك بيها، بس الناس دي بتحاول تأذيك. في ناس هنا بتحاول تقرب منك عشان تستلف منك فلوس، ما تدهش، ما تدهش فلوس. شايف عندك هنا الفترة دي في ارتباط او زواج او رجوع، شايف انا عندك فرحة ولبس خاتم ولما في ارض بيتك ان شاء الله، ممكن نقول خطوبة، نقول زواج، نقول رجوع للمنفصلين. شايف ان شاء الله في زواج 100%، 100% بقدرة الله تعالى. عندك هنا ارتباط وعلاقة جدية، في بعض عندك الامور هتكون في حياتك
عندك هنا هتكتشفها من ناحية العلاقات العاطفية أو من ناحية الحب. من ناحية الحب، فأنا شايف عندك طاقة فرد، طاقة حب جديدة. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في ربط أحداث، الربط الأحداث دي هتعرف مين اللي بيتكلم عليك ومين اللي بيرمي حموله عليك، بيرمي حموله عليك ومين اللي بيتكلم عليك ومين اللي كويس معاك، هتعرف كل حاجة. عندك هنا شخص، الشخص ده مقرب ليك، الشخص ده بيخدعك، بيخدعك في شغلك، بيخدعك في نجاح حياتك أو في مجال حياتك، شايفك هنا بيخدعك الشخص ده، خلي بالك. شايفك هنا هتاخد قرار، وهتاخد قرار، والقرار ده هيكسر ناس أذتك، هيجلب ناس هيظهرها على حقيقتها، الناس دي كسرتك، كسرتك أو أذتك. في بيبان هنا اتقفلت في وشك، في بيبان اتقفلت في وشك، لكن ربنا بيرتب لك بيبان غيرها تفتح ليك فيها الرزق وفيها الراحة وفيها الاستقرار بإذن الله تعالى. أنا شايف عندك باب هيتفتح، الباب ده فيه رزق، فيه مدال الحظ، فيه الفرحة، فيه السعادة ليك، خلاص هانت على الأبواب الفرحة ديالك بإذن الله تعالى. عندك هنا أنت مقدم على نقلة أو شراء بيت جديد أو مسكن جديد، لأن شايفك بتنتقل مع حد في منزل جديد أو مسكن جديد بإذن الله تعالى، يعني عندك شراء مسكن جديد. في حد هنا بيدعي لك بسبب دعواته، ربنا يفتح لك أبواب الرزق والسعادة بقدرة الله تعالى. شايف عندك هتبدأ صفحة جديدة الأيام اللي جاية، عندك صفحة جديدة الأيام اللي جاية. شوف الصفحة الجديدة عايز تبدأها فيها، شوف عايز تبدأها فيها، لأن أنا شايف أنا أبشرك. عندك هنا شايف إن بس بالك مشغول بأطفال، عندك خبر حمل، عندك خبر حمل أو لم شمل لأطفال، لأن شايف بالك مشغول بأطفال، عندك لم شمل أو خبر بأطفال بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. هذا قراءة أحبابنا في الله أصحاب هذا السبحة، أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وكنت لم تشترك في القناة فليشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. قراءة السبحة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكرش. ادعموا الفيديو باللايك احبابنا في الله فضلا وليس امرا، وانزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. في ناس هنا بيحاولوا يستغلوكم، اشخاص كذابين منافقين بيحاولوا يستغلوكم، بس انت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، قلت حسبي الله ونعم الوكيل. طول ما انت ما بتاذيش حد وماشي في طريق الخير ما خايفش من اي حد، ما خايفش من اي حد، علشان هنا ربنا هيجزيك خير بإذن الله تعالى. انت لو عرفت ان ربنا مرتب لك ايه هتسجد لله ليلا ونهار. شايف ان عندك ماشي بعض الامور فيها تعب، فيها ضيق، في غيمة لفة حواليك، لكن هدي اعصابك علشان تخرج من الطاقه اللي عندك، وبلاش الذبذبه، بلاش الدوم اللي حواليك، بلاش القرارات التهورات اللي بتاخدها، بلاش. عايزك تهدى وتصلي على الحبيب المصطفى، ولو عندك هنا اوراق في المحكمه هتخلص، خلاص هتخلص اوراق في المحكمه هتخلص باذن الله تعالى، لان انا شايف عندك هنا كذا حاجه هتطلعك من هم، هتطلعك من تعب. شايف الطريق قدامك مفتوحه بفضل الله تعالى، عقل هتوصل، هتوصل باذن الله تعالى. شايف هنا في حد من العيله مش بتتفق معاه، انتوا اتنين مش بتتفقوا مع بعض، يعني انتوا اتنين مودتين زي اللي يقولوا مودتين فوق راس بعض، مش متفقين مع بعض خالص، بس انت هتندح وانت بتنفذ اللي في دماغك، بتنفذ اللي في دماغك، علشان انت عنيد جدا، عندك كمية عناد. شايف عندك هنا في مكالمة، مكالمة اتصال، شايف مكالمة الاتصال دي وراها عزومة، وراها كلام، وراها عتاب، شايف برضو يعني هيكون فيها لم شمل او فيها كلام حلو، هتكون شايفك فيها مبسوط وفيها كلام حلو جدا. يعني شايف الكلام ده هيخليك منتصر، هيخليك تطلع منطقة سلبية أو من محنة. بسم الله الكاشف، هنا
ما تدخلش اي حد في حياتك، ما تدخلش اي حد في حياتك، خلي بالك من حد قريب ليك غيرين مش كويسين، بغيره من نداحك، بغيره منك، بغيره من اي حاجة تخص حياتك. فخلي بالك من نفسك، يعني كن حريص على اي حاجة تخص حياتك، خليك عندك حريص، كن حريص على اي حاجة تخص حياتك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغفرة. بسم الله، لا اله الا الله. شايف هنا بداتم، هنا انا شايف ان انتم بداتم تحسبوا مواضيع، بتحسبوا في اوراق، شايف ان انتم هنا باقصى الحدود، شايف ان انتم بتتصرفوا يعني بشكل مختلف. يعني في الاول كنتوا بتتصرفوا حاجه، ودلوقتي بتتصرفوا حاجه تانية خالص. شايف هنا لو انت طالب المساعدة من حد، شايف ان عندك حد هيساعدك، حد هيدعمك، حد هيقف جنبك. لو انت طالب المساعدة من حد، شايف ان في حد هيدعمك، حد هيقف جنبك، حد هيساعدك، عندك مساعدة. هدي اعصابك، هدي اعصابك، الكركبة اللي والتوتر اللي عندك بلاش، بلاش التوتر والكركبة اللي عندك. خلي بالك، خلي بالك الفترة اللي جاية، شايف ان انت هتطلع من ازمة، هتطلع من محنة. ماشي، انت بتقول صبرت كتير، امتى هطلع من المحنة؟ امتى هخلص؟ امتى؟ ان الله مع الصابرين. اصبر اصبر، هتلاقيها فتحت لك الابواب من حيث لا تحتسب، من حيث لا تدري. هيدي لك الرزق، داي لك الرزق، عارفك بتفكر في الرزق، لكن قدامك خلاص خطوة والرزق دايلك بفضل الله تعالى. هتطلع من الغيمة اللي انت فيه الى النور، هتطلع لفتحة الطريق وهتمشي طريقك، شايف برضو طريق سفر قدامك فيه الرزق، طريق سفر قدامك فيه رزق، شايف راحة ليك بإذن الله تعالى، طريقك استقرار، طريقك مفتوحة أمامك فيها الراحة. ماشي، حصل ماشي كلام ما بينك وبين الشريك، حصل انفصال، حصل انفصال بسبب طرف ثالث وبسبب الغيرة وبسبب طرف ثالث، طلع مش كويس أو طلع خاين أو طلع غدار أو هكذا، لكن ليك فرحة غيرها، فرحة غيرها. في منكم في رجوع مش حابب يتزود، وفي منكم أتاله الزواج مرة واثنين لكن لسه ما داش الوقت، لكن خلاص داي الوقت أمامك ودايلك الزواج مرة أخرى بفضل الله تعالى. شايف عندك تحديات كثيرة تخص حياتك، شايف هنا عندك برضه، هنا شايف ماشي التعب اللي عندك، الضيقة، شايف منكم برضه عنده حسد شديد، ومنكم عنده سحر، ومنكم برضه شايف عندكم مس شيطاني، مس تعبك، تعبك جدا، عامل لك تعطيل بالنسبة للزواج، تعطيل مش مكتمل، مفيش مكتملة زواج معاك أو خطوبة أو ارتباط، مش مكتملة معاك، حصل انفصال على طول، ما تستمرش علاقة الارتباط أو علاقة الخطوبة، مش مستمرة، تعب في الجسد، إرهاق، خنقة، ضيق، نفور من الناس، مع إنك بتعمل حاجات كتيرة مع الناس حلوة، يعني بتساعد ناس كتير وبتحب الخير للناس كتير، لكن تلاقي الناس مش حباك، الناس عايزة تأذيك، ليه مش عارف؟ عندك حسد، حسد. أنت بتعاتب نفسك تقول ليه عايزوني؟ ليه بيعملوا كده؟ عندك الحسد وعندك سحر. في منكم عنده سحر وعنده حسد وفي مس. شايف عندك هنا كذا حاجة في حياتك هتتغير، عندك كذا حاجة في حياتك هتتغير من أمورك. شايف عندك هنا من بعد المناسبة، يعني شايف عندك مناسبة، المناسبة دي فيها طاقة، فيها شايف فيها طاقة إيجابية تخص حياتك، شايف عندك طاقة إيجابية تخص حياتك. شايف عندك هنا تعرف على حد، هتتعرف على حد وهتلاقيه واقف جنبك، هتلاقيه بيسندك في حاجات كتيرة، بيسندك في حاجات كتيرة. شايفك يعني انت ممكن تسقط، ممكن تقع، لكن هتلاقي اللي ساندك وواقف معاك. لو انت بالك مشغول بنداح، بأوراق، بمشروع، هيكتمل معاك، لان في حد هيدعمك، في حد هيقف معاك، في حد هيساعدك بإذن الله تعالى. شايفك هتندح، خلاص النداح أمامك، شايفك خلاص بإذن الله هتكون في قمة الفرحة، في قمة السعادة، وهتوصل لهدفك، هتوصل لحاجات كتيرة جدا، شايفك هتوصل لحاجات كتيرة جدا بإذن الله. ما تقلقش، بلاش القلق وبلاش الحيرة، وكمل زي ما أنت، كمل زي ما أنت، هتوصل لهدف اللي أنت عايزه بإذن الله تعالى، وشأنك هيعلى بإذن الله، بإذن الله هيعلى. بسم الله الكاشف، فضلا وليس أمرا أحبابنا في الله دعموا الفيديو باللايك أخواتنا في الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق.
بسم الله الكاش، بسم الله الكاش. شايف برضو عندك قلق، شايفك قلقان على حد مريض عندك او حد مسدون، يعني شايف عندك كمية قلق، كمية حزن على حد مسدون او حد مريض عندك يخص حياتك، يعني يخصك عزيز عليك او قريب ليك. ان شاء الله فيه خير باذن الله تعالى، ان شاء الله فيه اخبار حلوة. الشيطان بلاش الوسواس، بلاش اللي عامل لك المس، عامل لك مشاكل كثيرة، عامل لك وسواس، عامل لك حاجات كثيرة، لكن في اخبار هتنتصر باذن الله تعالى، وهتطلع من اللي انت فيه، هتطلع من الازمة اللي انت فيها، هتطلع. انت ماشي هو مسبب لك شوية عراقيل، لكن هتكتمل وهتطلع. هتكمل الشيطان، السحر، المس هو اللي عامل لك جزء كثير في حياتك، عامل لك كل ما تكتمل طريقك يعمل لك عقبة، تلف لفة وبعدين عشان تطلع للطريق الصحيح فبيعمل لك عقبة. وبرضو الست دي المقربة ليك عايزة تأذيك، الست دي مش كويسة، عاملة زي الثعبان، مش عارف، بتعرف أخبارك كل حاجة، بتعرف أخبارك من أي مكان، يعني عارف عنك كل حاجة الست دي، والست دي مش كويسة، هي اللي بتأذيك. فما تقلقش، ما تقلقش، ما تديش لحد اهتمام، عليك بالتحصيل وهتوصل لهدفك بإذن الله تعالى، هتوصل لهدفك وهتكمل لطريقك وهتوصل للي انت عايزه. ما تخليش حد يأثر عليك، ما تخليش اي حد يأثر عليك، اخرج من الضيق اللي انت فيه، اخرج من الاكتئاب. انا شايفك ان انت ما تهتمش، انا شايفك انت بتهتم بحاجات تافهة، ما تهتمش، اهتم بطريقك، اهتم بهدفك، اهتم بمشروعك اللي انت فيه. شايف ان انت هنا هتتعامل بدقة، شايفك هتتعامل بدقة مع ناس كتير جدا في حياتك، شايفك يعني ان انت هنا اللي مميزك عن الاشخاص التانية طموحك عالية وروحانياتك عالية، روحانياتك حلوة، بتحسسك بالناس اللي حواليك. شايف عندك هنا اخبار حلوة، اخبار طال انتظارها، في فرحة في ارض بيتك، ممكن اقول خطوبة او ارتباط او زواج ليك او لحد قريب عليك في ارض بيتك، في بشرة فرحة، في بشرة بخطوبة، بردوع سعود، بردوع حد قريب ليك، يعني في بشرة في أرض بيتك وفيها فرحة. عندك هنا أنت منتظر برضه رسالة أو مكالمة من حد تخص السوشيال ميديا زي ما بيقولوا، شايف هنا تخص رسالة، تخص مكالمة، تخص حظر هينفك. خلاص قدامك خطوة، اثنين، ثلاثة، أربع خطوات، ممكن نقول أربع ساعات، أربع أيام إن شاء الله، وهتوصل لك الرسالة أو هتوصل لك اللي أنت عايزه بإذن الله. شايف هنا في حلم معاك بيتحقق أو بتحلمه كتير، هيتحقق خلاص قدامك، الحلم ده بيتردد عليك كتير، هيتحقق خلاص بإذن الله تعالى. شايف عندك ماشي الضربات اللي في قلبك، الضيق أو ضمة قلبك خلاص هاني. شايف هنا في تواصل ما بينك وما بين حبيب، او بس تواصل روحي، تواصل روحي، تواصل روحي، لان في رجوع، مازال بتحبه، مازال بتحبه، حصل انفصال لكن مازال بتحبه وعايز ترجع له، هترجع باذن الله. شايف طاقة الرجوع كويسة ومفتوحة قدامك، هو مش السحر اللي عمل ما بينكم او الطرف الثالث اللي عمل ما بينكم، لكن في رجوع، في رجوع بقدرة الله تعالى، في بشرة حمل قريبة، في بشرة حمل قريبة بإذن الله تعالى، في طاقة أطفال، بشرة أطفال أو طاقة أطفال فيها حمل أو بإذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أخواتنا في الله يكون ادعموا الفيديو باللايك، وكنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني، وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من تعطيل أو من تابعة من اكتب تم وأنا هديك اللينك، أو أنت أحبابنا في الله أدخل داخل القناة هتلاقي منزلكم كل حاجة، علاج السحر، علاج المس، علاج التعطيل، وكلها طرق مجربة مني مرارا وتكرارا، وليست للتجربة بل مجربة بفضل الله تعالى وناجحة 100% بقدرة الله تعالى. أول إن كنت حابب تتواصل معنا الرقم أمامك، تواصل معنا واتس، وإن شاء الله نكون في حسن ظنك بإذن الله تعالى. وكما تعودنا صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك.